بقول لك ايه يا ابو موسى، انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور، انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها طور روحك يا نجيب بيك، اصبر لما ابو شعلان ينطينا الاشاره. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني، اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غالمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضه؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا روح. الو يحيى لابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح؟ ها زين زين زين، ما يخالف عذرك مقبول. اسمع الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين هلا 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 تعال. يلا كل واحد ياخد ازازه ميه وازازه لبن وانبوبه اكسجين. هما مديين ازازه ميه ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو عطشت. طب مديين ازازه لبن ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو ما عطشتش. مؤاخذة يا باشا، هي الشيشة دي نظامها ايه؟ شيشة ايه؟ دي انبوبة اكسجين. اكسجين؟ ليه؟ هنلهم حاجة هناك؟ اسمع عادته هو، أنا مش عايز قلب الدماغ. زي ما أعمل تعمله بالظبط. احنا أصلا جاهزين. يلا يلا بقى. لو صبر القاتل على المقتول، النور اهو زي الفل، فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو موسى. لا والنبي والنبي يا ناجي بيه ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة. ها نفق متلصم، ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي نجيب، بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي.
انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه انت حاج اللي كان في امه. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويت. يلا زهر بلاش من هنا، يلا يلا امسك فيه امسك فيه القفو معايا يا توهم. انزل 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 انزل، ما تخافش انزل. تمام يا باشا. عارف ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه، وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه، اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سالني انا ليه اخترت اللي احنا هنخرج من هنا وده ارجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع على اسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومة كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه بور فؤاد، ولا يمكن لأي حد يقدر يثبت اللي احنا لينا علاقة بالموضوع. ايه المفهومية دي يا كبير؟ عليا النعمة، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا ألف. طب عايز تقنعني انك فاهم كلمة من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع لينا. يا زهر يا حبيبي لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير ويعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لبوس. احنا محققا للحق، الراجل ده عامل النفق بضمير وحاطط حبيبي مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا نجا باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انت فاكرين في بوس فؤاد لما كنت بمشيكم من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافة دي نص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذة. أنا مش عايزكم تفكروا إن إحنا ماشيين في نفق. تخيلوا إن إحنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكوا؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. أهو الإنسان مصيره في النهاية حفرة زي دي. الإنسان لو يتعز. افتكر لنا حاجة حلوة يا شيخ حسن. بقول لكم تمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي، شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض. ايه حكايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا، اتمشى انت في الحسين. يا نهار اسود. إيه، ايه في ايه؟ في ايه؟ لا اصل وانا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا. والله بقول لك يا باشا، الناس اللي احنا شفناهم عند ابو موسى دول ما شفناش فيهم مصريين خالص. ليه؟ المصريين قاعدين على القهاوي دلوقتي يا عبد الجليل. تعرف يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اول ما ارجع مصر واخد نصيبي من العمليه دي افتح مشروع كبير قوي، مشروع يلم كل الشباب اللي قاعدين على القهوه ليل ونهار. ما تنبرش فيها يا ابو نطه، الله يكرمك. مش لما نخرج من النفق ده على خير. تاد رزل يالا، نطت في وقي في كل كلمه. ما تفكك مني يا ابراهيم. ما انا قريت لك حديث وانت رايح الاولمبياد بتقول انك هتهدي الميداليه لكل شباب مصر، وديك رجعت قفاك يا امر. ايه هو ده؟ انت واطي قوي. عايز ايه يا باشا؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ الله على رسول الله. ايوه انت وهو. ايه انتوا كده؟ انتوا حد اتخانق جوه نفق؟ ابعد من هنا. خلاص يا حسام.